مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناة فانسي وركشوب. شكرا لمتابعتكم ودعمكم للقناة، وشكرا لكل الناس اللي راسلتني وكان عندها بعض الاستفسارات، وإن شاء الله إنه إجابتنا كانت مفيدة لكم. اليوم راح نشرح عن كيفية إعادة رسم التصميم واللي حابين تطبقوه، سواء كان على الجهاز الأركيد زي ما شفنا في الحلقة السابقة أو عن طريق جهاز الليزر أو السي إن سي. طبعا راح نتكلم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله عن جهاز الليزر والسي إن سي. طبعا في برامج عديدة واحترافية للتصميم، أغلبها بحاجة إنك تشير الليسن زي الكورل درو أو الإلستريتور. طبعا في برامج مجانية. البرنامج اليوم راح نشرح عنه اسمه إنكسكيب. الآن إن شاء الله راح أورجيكم إياه، وراح أترك لكم الرابط للتنزيل في الأسفل إن شاء الله إنكم تستفيدوا من خلاله. هلا كبرنامج إنكسكيب متوفر على جوجل، ما عليك إلا إنه ببار البحث تكتب escape.org راح يدخلك دايركت على الموقع الرسمي للبرنامج. تيجي على download now، تضغط عليه. الأغلبية عنده مشغل ويندوز فمتصل ويندوز، ما عليك متأكد عندك 32 أو 64، أنا عندي 64. من بعدها بضغط على ملف يكون جداله .exe، انتظر عليه ثانيتين بنزل تلقائي، انتظر للنهاية قبل ما انه ينزل عندي على الجهاز، ومن بعدها بنزله. ان شاء الله انه ما تواجهكم اي مشكلة. على العموم اذا في اي مشاكل راسلوني وان شاء الله بكون معاكم خطوة بخطوة بحيث انه تتأكدوا انه نزل عندكم البرنامج. هلا بعد ما انه تأكدنا انه نزل عندنا البرنامج على الجهاز نروح على جوجل. وبنكتب في السيرش بار اي شيء بدكم اياه، نفترض باز، بس كناخذ فكره عامه وفكره بسيطه عن كيف نحول اي صوره لبروجكت او كيف نقدر نتحكم فيها بابعادها وبشكل. الاهم شيء نعرف انه لازم يكون الصوره فيكتور، تكون تقريبا ابيض واسود. للعلم أنا مش عضيل في موضوع التصاميم أو الجرافيك، بس اللهم أنه معلومات عامة من خلال بحثي على اليوتيوب ومشاهدة الفيديوهات اللي خلاني أنه أعرف الأمور هذه. على العموم بعد ما ننزل الصورة نروح على البرنامج أو بنفتح الصورة من خلال البرنامج. فيك للاختصار تحط Ctrl O أو تروح على القائمة من فايل Open وبناخذ الصورة بتنزل عندنا. من بعدها بنعمل Select للصورة ومنروح على Path Track Bitmap. فيك تغير من إعداداتها بحيث إنك تتأكد من الصورة إذا أنها واضحة ولا لا، فيك ترفع قدر الإمكان لحد ما أنك تشوف أنها هذه أصبحت مناسبة لك. ركبنا على الأبديت، هيك اكتفينا فيها، فأوكي بنسكرها ما بدنا إياها. أصبح عندنا صورتين، الصورة الأصلية والصورة اللي حولناها، بتم الصورة اللي حولناها ونلغي الصورة الأصلية. هلأ مشان نعدل على حجم الصورة التكبير أو تصغير عفواً بالنسبة للمقاسات، لأنه البرنامج معرف على البيكسل، فأنا بهمني أن أشتغل وحدة قياس سواء إنج أو سنتيمتر أو مليمتر، ومتوفر لك في كل الأشكال في كل القياسات. أنا حولتها للإنج، بقدر أعدل عليها زي ما تشوفين من فوق، حطيت 5 إنج 5 إنج
ومن بعدها بقوم بحفظ الملف. البرنامج بدعم الـ PDF ودعم الـ SVG، راح نحفظها مرة بالـ PDF مرة SVG مشان بس نورجيكم كيف الطريقة. وهيك إن شاء الله نكون انتهينا من حلقة اليوم، وإن شاء الله إنها تكون استفدتوا منها. وإذا في عندكم أي استفسارات راسلونا وإن شاء الله راح نرد على جميع استفساراتكم. طبعا إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا سبسكرايب وضغط على الجرس ولايك، وإذا عندكم تعليق اكتبوا لنا إياه بالأسفل، ونراكم إن شاء الله الحلقة القادمة.